تتفضل ان علي معلول هو اللي يشوط ضربة الجزاء مش وهاب الخزري؟ مؤكد 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 مؤكد. طيب مؤكد. لو ليك صوت مؤكد لان ما توقعنا كمدربين ولا ما المفروض قبل ما تنطلق المقابله معروف مين بالشوط ضربه جزاء رقم واحد رقم اثنين او رقم ثلاثه معروف شكون بالشوط معناتها الفاولات معروف شكون بالشوط الكورنيرات معروف معناتها التمركز نتاع كل لاعب وين يلزم يكون متواجد في اي خطا يعني ضدك او معك فهمتي فهذه معناتها التخطيط يكون من الاول لان معناتها وهبي الخزري هذه الرابعه ضربه جزاء يبقى مفروض معناتها واحد ضيع واحده ولا اثنين خلاص معناتها في طيب. مقابله معناتها بطبيعة الحال معناتها تسمى خطا طيب. مانيش عارف منين كابتن فوزي سريعا لو عندك صوت في ذا بيست هذا العام تدي صوتك لمين؟ صوتي لمين؟ صلاح ولا ميسي ولا ليفاندوفسكي؟ لا مؤكد صلاح صلاح تمام